يقول تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. من المتكلم؟ أني قد جئتكم بآية من ربكم، كلام عن مين؟ عيسى عليه السلام. يبقى عيسى عليه السلام رسول إلى بني إسرائيل. كل نبي كان يبعث إلى قوم معينين، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة. دي من خصائص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس فاكرة إلا من رحم الله إن كل نبي للعالمين وبعد كده يعني يموت مثلا ويأتي نبي بعده للعالمين. لا، ده كل نبي لقوم معينين، لذلك ممكن نلاقي نبي في نفس الوقت مع نبي آخر زي سيدنا لوط وسيدنا إبراهيم، ولقينا سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، وبالمناسبة الراجح أن الخضر كان نبيا وهارون كان موجود مع موسى بس كان نبيا طبعا. طيب لو هو الرسول للناس كلهم يبقى كان واحد فقط. لذلك الخضر لما خالف أمر موسى لأنه لم يكن على شريعة موسى، كان على شريعة أخرى، وإلا لو هو كان متبع لشريعة موسى فما فعله يخالف ما جاء به موسى عليه السلام. لكن قال العلماء لأنه كان نبيا سيدنا الخضر فكان مرسل إلى قوم آخرين. طب من النبوة رحمة، طبعا هي مش محسومة، في علماء قالوا هو رجل صالح، في علماء قالوا هو ولي، والراجح أنه نبي لأنه قال إيه؟ وما فعلته عن أمري. يبقى ما فعلتش عن أمري، إنما بإيه؟ بوحي من الله، فهذا يرجح أنه نبي. فالشاهد أن سيدنا عيسى ما كانش للعالمين، كان لبني إسرائيل قوم معينين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته يجب على كل الناس أن تؤمن به. ما ينفعش يقول لك لا أنا بتبع عيسى، لا خلاص، نسخت الرسائل الشرائع كلها بشريعة القرآن وشريعة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. طيب أني قد جئتكم بآية من ربكم، إيه هي الآية؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. طبعا أخلق يعني أشكل من الطين، زي الإيه؟ زي الطير، صلصال كده، بس طبعا ما فيهوش روح. لكن هو إذا نفخ فيه عيسى، ودي من معجزات عيسى عليه السلام، يكون طيرا بإذن الله. طبعا هذا احتراز واجب، ليس بقدرتي إنما هو بقدرة الله عز وجل. في علماء قالوا الطير ده كان المقصود بالخفاش، لكن هذا ليس عندنا فيه دليل مؤكد، هل هو الخفاش اللي هو الوطواط يعني، ليس طير، وأبهمت الآية وأجملت، فنحن لا نفتش في شيء، هو طير. وأبرئ الأكمه، مين الأكمه؟ ها؟ اللي عنده زكام؟ لا، ها؟ بتلخبط ساعات. يعني إيه الأكمه؟ ها؟ ناس اللي ورا، في ناس فوق ولا مفيش؟ قول يا فندم. ها؟ نعم؟ لا، ده الأبكم، ماشي قربت. الأكمه الأعمى، ده هو كان معجزة واضحة. الأكمه هو الأعمى. طب إيه الفرق بين الأعمى والأكمه؟ ها صح صح كده، والأكمه هو الأعمى.
هو الأكمه والأعمى، لكن إمتى نقول أعمى وإمتى نقول أكمه؟ لا يعني هو قال الأعمى يطلق على أعمى البصر أو البصيرة، يعني رجل يعني يبصر، بس نقول له يا عم ده إيه ده أنت أعمى، ليه أعمى البصيرة مع أنه بيبصر بس أعمى البصيرة، فده ممكن نقول أعمى بس ما ينفعش نقول أكمى. الأكمى هو أعمى البصر فقط، إنما الأعمى يطلق على أعمى البصر وأعمى البصيرة. واللي يحزن يا إخواننا، عمى البصر ولا عمى البصيرة؟ عمى البصيرة، لأنك أنت ممكن تبصر وتكون بعيد عن الله عز وجل فتعذب في جهنم ولم ينفعك بصرك، لكن ممكن إنسان عنده بصيرة يرضى بقضاء الله، يعمل صالحات، يجازى على صبره في الدنيا، فهو الذي فاز. مين اللي فاز؟ الأعمى اللي صبر ورضي، أعمى البصر، ولا أعمى البصيرة اللي انطلق في شهواته حتى عصى الله ومات على المعصية؟ مين اللي طبعا الأكثر حزنا يوم القيامة؟ أعمى البصيرة. لذلك قال الله: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. واحد أشبهها لك، راكب عربية فخمة، بيقابل واحد هدومه يعني متواضعة ورجل مرهق من العمل، بس آخر طريق الراجل المرهق ده حديقة وبستان وأكل وكل ما تشتهي الأنفس، وآخر طريق الراجل صاحب السيارة حادثة وهيموت. أفمن وعدناه وعد حسنا، هو دلوقتي حزين أو فيه يعيش شظف العيش، لكن ينتظره جزاء، واللي مستمتع بالدنيا ينتظره هلاك، فمن الأحسن؟ أكيد اللي منتظر له عاقبة حسنة. وساعات نقول يبقى الأكمه لا يطلق إلا على عمى البصر، يبقى كلمة طلعنا النهاردة بالأكمه يعني الأعمى. والأبرص، أبر يعني أشفي بإذن الله، والأبرص مين الأبرص؟ اللي عنده برص، اللي هو إيه؟ بياض، يعتري الجلد. وموضوع يا اخوانا ان جلدك يكون حسن ما فيهوش بقع ينفر الناس منها، دي نعمه عظيمه جدا. نعم عظيمه جدا، مش متخيل. في ادويه تباع عشان الفطريات دي اللي هي لما تكون عنيفه شويه ومستمره بمئات الجنيهات وتستمر عليه فتره طويله، تدفع الافات عشان في برشام اسمه فيفين كبسول شركه فايزر، ده غالي جدا وبتمشي عليه فترة ولا تشفى لا يعني، قلما تعالج هذه الأمور، صعبة جدا. عشان يحفظ المكان زي ما هو كده. بالظبط، ممكن يخففه بس أحوال مش منتشرة. تلاقي في مرهم صغير برضه قد مرهم الكيناكومبي ده ب 75 جنيه اسمه دايفوبيت مثلا، ليه؟ بيعالج برضو الصدفية أو نوع من أنواع أمراض الجلد، طبعا بتستمر عليه، فأنت في نعمة عظيمة إن أنت لما تشوف جلدك حسن وطيب والناس ما بتنفرش منه، مش مشوه أو منفر، دي نعمة عظيمة. ولأنها صعبة العلاج، حتى إن ربنا عز وجل جعل من معجزات عيسى أنه يبرئ الأبرص اللي فيه بياض في جلده. وأحيي الموتى بإذن الله. هنا بقى عيسى قال لك النصارى عيسى بيحيي الموتى، يبقى هو الإله. طبعا هو قال وأحيي الموتى بإذن الله، يعني ربنا لو لم يأذن لما فعل. في المعرض السنة دي كنت في معرض الكتاب، فبيبيعوا الإنجيل كل سنة، بيبيعوا الإنجيل بجنيه، كتاب ضخم كده بيبيعوا بجنيه، بينفقوا يا أخوانا أموال كثيرة لنشر دينهم الباطل. وتلاقي بقى بخبث كده يقول لك يا
اقرأ معجزات. ما هو ما ينفعش يقول لك انا بعمل تنصير في بلد مصر، في بلد مسلم زي مصر. اقرأ معجزات سيدنا عيسى، وكان يحيي الموتى ويأكد عليها. عايز يقول لك ما هو كان يحيي الموتى يبقى هو الاله مغفلين، يبقى هو اله. اقرأ معجزات، طبعا بيجيبها في اطار بالظبط، بيجيبها في اطار اللي هو يعني دي معجزات عيسى وانتوا بتؤمنوا بعيسى، واحنا ما بنعملش بلبله ولا وحده وطنيه ولا الكلام ده. احنا بنقول اقروا معجزات عيسى، بس كل شويه يقول لك ايه؟ وكان عيسى يحيي الموتى ويعلن كده في بصوت عالي ومفيش مشاكل. المعجزه دي بتكون نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. المعجزه ربنا امكنه من ذلك، اعطاه القدره على ذلك، انه اذا مسح عليه بعث من مرقده يحيي الموتى باذن الله. وانبئكم معجزه كمان، وانبئكم بما تاكلون. طبعا مش بما تاكلون وانتم قاعدين قدامي، دي مش معجزه، اي في بيوتكم. اقول لك دلوقتي وانت جاي عليا انت كنت بتاكل ايه؟ دي معجزه، لانه نوع من الغيبيات، لكن امكنه الله من ذلك علشان يؤمنوا انه نبي. ما انا جيت اقول لك انا نبي، طب منين؟ جبت لك معجزات خارقات لكي تؤمن بانني مؤيد من عند الله عز وجل. وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. يعني كمان اقول لكم انتوا شايلين ايه في البيوت؟ ها؟ لا بقى في كاميرات ولا الكلام ده، كان طبعا امور بسيطه خالص، وكان يخطر على ذلك دي معجزه. طبعا هم كانوا يقال كانوا بارعون في الطب، لكن الامور دي ما قدروش يوصلوا لها ابدا، مهما بلغ علومهم ما يقدروش يوصلوا لهذه الامور. ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين. يعني دي ايه، ما دام ان كنتم ستصدقون حجج الله وبراهين الله ستؤمنون بهذه الحجج وتؤمنون بانني نبي من عند الله تبارك وتعالى.